أستاذ خالد حسين رئيس النادي المصري في فيينا، إيه اللي ممكن يخلي المصري في الخارج يهتم بالانتخابات الرئاسية في رأيك؟ مساء الخير الأول حضرتك. طبعا أنا سمعت مع حضرتك المقدمة اللي هي اتعملت لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. دي كانت أول ندوة عملناها. على فكرة احنا عملنا 3 ندوات، النادي المصري عمل 3 ندوات. دي كانت الأولانية، واللي كان معانا برضو الفنان النجم أحمد جوهر. واحنا كنا لسه عاملين ندوة من قيمة يومين برضو مع اللواء أحمد إبراهيم العوضي رئيس لجنة الأمن القومي بمجلس النواب، جالنا بصراحة من مصر، والأستاذ الدكتور محمد جيدة من مؤسسة القادة، الاثنين جم من مصر، وعملنا ندوة في فيينا وندوة في كلاجنفورت. وهم بصراحة شرحوا ليه احنا ننزل للانتخابات. الانتخابات بتهم اي واحد مغترب، لان اهله في مصر ومصر دي بنعتبرها الام، فهل حد يقدر يسيب امه في اي وقت محتاجها؟ طبعا يعني مش سافر برا مصر فخلاص انفصل عن مصر وينساها. لا. لا 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 لا، دي امنا. لو الام واحد بعيد عنها، هو ممكن يكون بعيد عنها بالمسافه، لكن قلبه وعقله وفكره كله معاه. جميل. طبعا جميل. قلبه معاها وفكره معاها، واحنا اهلنا عايشين في مصر. الانتخابات يعني الاستقرار لاهلنا لامنا، فاحنا طبعا بنحاول ان احنا كنادي مصري بنحاول نعمل ندوات ان احنا نشرح للناس كلها ليه تنزل. وانا يعني انا عامه عن نفسي انا بقول لي انا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني هو في طبعا 4 تانيين، بس انا عن نفسي انا كل الندوات اللي عملتها ليه ندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. فكنا طبعا عاملين الانجازات اللي هو عملها، الانجازات اتعملت في عدد سنوات قليلة، يعني لو حد تاني هيعملها فوق 25-30 سنة قبل ما الإنجازات دي تخلص. وإحنا كمغتربين إحنا بنشوف مصر بوجه تاني خالص غير الناس اللي عايشة في مصر. إحنا بنشوف التطور اللي فيها أسرع من الناس اللي عايشة فيها. ليه؟ لأن إحنا لما بنيجي في حتة ونلاقي حاجة غريبة بنحس بيها طبعا. فإحنا بصراحة حاسين بالرئيس هو بيعمل إيه وهو ماشي إزاي.